قام وفد وزاري برئاسة وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني كات إليزابيث بزيارة ميدانية إلى بعض المناطق بإقليم البحيرة للوقوف على الأوضاع الاجتماعية هناك، خاصة فيما يتعلق بمسألة العنف الممارس ضد المرأة. عز الدين الأمين نصر. على هامش الاحتفال باليوم العالمي للعنف الممارس ضد المرأة وضمن النشاطات التي تقام، فقد وصلت إلى إقليم البحيرة البعثة الوزارية المكونة من وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني كادي إليزابيث ووزيرة الإعلام مادلين ألينجي وأميرة الدولة في التربية الوطنية بانجيو بريفيلين. وفي إطار الاحتفال بهذا اليوم، فقد تم افتتاح مركز متعدد المهام بمدينة بول، حيث بني المركز بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان لمساعدة نساء إقليم البحيرة في التغلب على العديد من القضايا التي تمسهن، سيما محاربة الزواج المبكر والعنف الممارس ضدهن، فضلا عن صحة الإنجاب. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إسماعيل مبنجي أثنى على جهود الحكومة، مشيرا في الوقت ذاته بأن هذا المركز يعد إضافة جديدة وسيكون سندا قويا لمحاربة العنف الممارس ضد المرأة. وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني كادي إليزابيث هي الأخرى ثمنت جهود شركاء البلاد وأكدت بأن محاربة العنف الممارس ضد المرأة والطفل مسؤولية الجميع، مناشدة النساء إقليم البحيرة إلى اعتياد هذا المركز الحيوي الذي سيسهم بلا شك في دعم النساء ومحاربة هذه الظاهرة. ومن ثم قام الوفد الوزاري ومعهم حاكم إقليم البحيرة بزيارات ميدانية شملت المركز الصحي لمدينة بول وثانوية بول التي بداخلها مركز لتدريب الفتيات حول الجوانب الصحية المتعلقة بالمرأة والتدريب على الحاسب الآلي لتأهيل الفتيات. عقدت مساء أمس لجنة المتابعة والنداء من أجل السلام والتعايش السلمي مؤتمرا عاما عرضت من خلاله تقريرها الذي تناول مواضيع الاتجاهات في تراجعات الهوية في تشاد والميل السياسي والانتماء الحزبي. المناسبة جرت بمركز المنى الثقافي. أدم محمد شرف الدين. لبث روح المحبة والسلام والتعايش السلمي بين شرائح المجتمع التشادي، فقد أقدت لجنة المتابعة والنداء من أجل السلام والتعايش السلمي مؤتمرا عاما وذلك لتقديم تقريرها الذي أخذ موضوع الاتجاهات في تراجعات الهوية في تشاد والميل السياسي والانتماء الحزبي والحاجة إلى بناء العيش معا، وذلك نتيجة لما قامت بها اللجنة في مختلف أقاليم البلاد في توعية وتوحيد الرؤى ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين كافة شرائح المجتمع التشادي، فيما أكد البعض بأن أسباب عدم الاستقرار الاجتماعي والسلام في أوساط المجتمع نتيجة للخلافات السياسية والانتماعات الحزبية، مما ساعد على تفشي النزعة القبلية والإرقية، وتعمل البعض إلى عودة الأخلاق الحميدة والتعايش السلمي لأجل بناء كيان موحد في ظل قيادة سياسية رشدة. وعبد الكثير من المجتمعين إعجابهم بهذا اللقاء وأكدوا تفاعلهم بالمبادرات التي ترمي إلى الاستقرار والتعايش السلمي. نظم المجلس الوطني لتشاور المنتجين الريفيين بتشاد طاولة مستديرة من أجل الحصول على محلات تجارية في كافة الأسواق التشادية. فعالية هذه الطاولة جرت بمركز الدراسات وتدريب من أجل التنمية. أدم حسن المكاوي. يقال بأن شر البلية ما يضحك، وأحيانا من البلية ما يبكي كثيرا أيضا، كحال هذا التجمع للمنتجين الريفيين الذي تطقو فيه القيادات النسائية الريفية التي جاءت لتوصل صرخات معاناة النساء المنتجات عبر الطاولة المستديرة هذه، التي دعت المنتجين الريفيين بشأن مسألة الحصول على أماكن في سوق تشاد لتسويق منتجاتهم، وذلك ببادرة من المجلس الوطني لتشاور المنتجين الريفيين بتشاد بصفته كإطار للتشاور، ويعمل على تعزيز الأعمال والدفاع عن مصالح المنتجين. الطاولة المستديرة فتحت الفرص للعديد من المداخلات التي عبر وكشف فيها النساء الصعوبات والمشكلات والتجاوزات التي يواجهنها الباعة في الأسواق العامة. ما ميري ما يخلونا نقودو تي يتردونا بجاي يتردونا بجاي بكان نقودو ما في وانينا بس قاعدين نهرطو دغاي نكربولي بوبولاسيون انينا بس بيدا بس قاعد يصرفوا فوق انا اكلوا يلا نودو في اكل اي مشاكل سخيم ما دام كنا نفكروا ليه دوكمام نحضرنا دون بس. هنا مكبد النساء الراعيات اللائي يشاركنا الرجل في التقليل من اعباء المسؤوليات والتدبير المنزلي، ليكنهن المعيلات وهن المربيات وهن المستقبل الذي تنشد فيه الحكومة النساء. ولكن مع هكذا صعوبات
يصبح مبتغى برنامج الحكومة في ترقية المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية أمر شبه مستحيل إذا ما أريد للمرأة أن ترتقي وتحسن من وضعها.